شايفين هاي اللي هون، هاي تول بسموها، على كل حدود الولايات موجودة، المناطق اللي بتقطعها لازم تدفع مصاري. شايفين هاي اللي هون، هاي تول بسموها، على كل حدود الولايات موجودة، المناطق اللي بتقطعها لازم تدفع مصاري. من نيو جيرسي لنيويورك $16. هيك بعديه تروح على الجسر، تقدر تروح على نيويورك مانهاتن. بعدين تخيلوا انه احنا هون تحت المي، الجسر اللي بيفصل بين نيو جيرسي ونيويورك، هي بتطلع من فوق هي بتنزل من تحت المي، فهذا معمول نفق تحت المي لحتى تفوت على نيو جيرسي، على نيويورك، تحت المي يعني تقريبا 10 دقايق كاملين وانت تحت المي بالنفق. هذا كله تحت المي اتجاه من جيرسي لنيويورك لمنهاتن تحديدا. انا حاليا موجود في المكان الذي لا ينام، هي نيويورك تحديدا منهاتن في التايم سكوير. حاليا من مكان تايم سكوير موجودين، شايفين الاجواء، المدينة الذي لا تنام، اجواء نار، ما في حدا بينام، شايفين كيف طبعا. ما انتم شايفين هذا الدرج اللي بينزل على التايم سكوير موجود انا هون، احلى اجواء هون. طبعا هذا يوم خميس، يوم عادي مش ويكند، فالايام العادية هيك، فما بالك بنهاية الاسبوع بيكونوا معطلين، والناس هون مش طبيعي. انتم شايفين ما في راحة. طبيعي الجو، انا هربت من العالم اللي موجود هناك، فيش مجال تحكي. هذا يا جماعة ويك دايز مش ويكند، تخيل. طلع ما بالك في الويك اند. طبعا منهاتن كل هالمطاعم الموجودة، بالهوت دوغ برجر، كلها شباب مصريين مرتبين شايفين.
فجأة تشتي عليك، شايفين كيف؟ هذه نيويورك سيتي منهاتن. يعني كنت عم بصور لكم من شوي وما كان في شيء، هلا شتاء شايفين كل الشوارع مي. أنا بس تيجي على منهاتن على نيويورك سيتي لازم تكون مجهز معك الشمسية بتاعتك لأنه ما بتعرف شو عم بيصير. لا 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 برد برد برد. شو الجو حلو، شوفوا شو الناس ما أحلى الجو. في مطر، الناس كلها هربت بس أنا ضليت لأن أنا بحب الشتاء. الله ما أحلى الشتوية. بحاول اهرب لانه كثير بردنا. شوف العالم كيف عم تهرب. هذا الحلو في امريكا، كل الفصول في يوم واحد. جينا الجو حلو مشتت علينا. خلينا نروح احسن لنا احنا. نشوفكم حبايبنا. شكرا لانكم تابعتونا، بليز. تابعوني بالقناة وعملوا لي فولو سبسكرايب كل اشي مع بعض، بحبكم كثير.